مساء النور برهين ليك ولكافة حضورك الكرام ولكافة مشاهدي قناة حنبعل. بالفعل نحن موجودين في حي تضامن في النقطة اللي تم عليها إلقاء القبض على الفار من السجن المشهور باسم الصومالي. مانيش باش نحكي برشا برهين، باش خليكم مع الصورة، وخاصة أنه معايا سيد هاني مشكور جدا، هو أحد الحضور اللي من أول الناس اللي كان موجود خلال إلقاء القبض على الصومالي. باش يعطينا تفاصيل اللي حصل بالضبط، شنو هو عاين نهارتها، نهار لحد نحكيه على البارح ما بين 8:30 و 9:15 صباحا. مساء النور سي هاني، أنت كنت واحد من الموجودين البارح وعاينت اللي شاهدناه نحن أو جزء من اللي ريناه في الفيديو الشهيرة من النقطة هذه، لو كان تحكي لنا شنو اللي صار بالضبط البارح. باهي بالضبط، انا جاي الصباح وصلت برسك لهنا، معناتها نتاع 10 متر ومش برشا بعيد، نلقى زوز يتفارعوا لهنا. من الاول ما فهمت حتى شيء، معناتها شنو بالضبط، مشى في بالي مشكله. معناتها مشيت على اساس باش نحزهم، كي خزرت نلقى واحد الوجه نعرفه اللي هو السيد عون امن في الاصل، لكن وقتها هو سيفيل، والسيد الاخر الوجه بالحق ما عرفتوش، فهمت اوتوماتيك ما وصلت وخذوا شبيه هذايا يا فلان. قال لي راهو ارهابي، ارهابي اطلب ال 197 وكذا. باقي انا ما مستوعبش شنو الموضوع، وديجا التليفون ماهوش تحتي وقتها. حسيلو الاخر يحب يهرب، معناتها فهمتها، طاحوا قريب 3 مرات لهنا في البلاصه هذه بالضبط، تفارع معناتها حب يحاول انه باش يهرب. تمسك به السيد هذايا عون امن ولد حومتنا، فهمت، ولله محمد رسول الله شديت وانا معاه ايده، نلقاه خلي راهو يدي مكسور، يدي مكسوره. حسيلو بشوي بشوي بداوا العباد يجيو يفهموا الحكايه. وقتاش بداوا يفهموا هما الحكايه اللي الانسان هذاك ارهابي بالحق، معناتها كي بدا هو يتكلم شو كان يقول؟ كان يقول باش ترجعوني للطاغوت، باش تسلموني للطاغوت، وانا البلاصه اللي كنت فيها يتسب فيها ربي، فهمت. غاديك يعني انا الاول تيقنت انه بالحق معناتها سيد ارهابي وكذا، فهمت. تكاتفوا ولاد الحومه منا والاكثريه معناتها اعوان امن ولاد حومه سيفيل وقتها، معناتها يعملوا في قهواهم، فهمت، هما اللي شدوه. جات كرهبه سيفيل زاد، ما ثماش معناتها حاكم وعوان، ما جا حتى واحد. جات كرهبه سيفيل طلعوه ولاد الحومه هذوما ومشاو على رواحهم، معناتها هذا اللي صار. عرفتوش من اللي تقال او من اللي حتى هو قالوا شو يعمل قاعد لهنا في الحومه، عليه جاي؟ هل سبق انه شكون راه في الايامات اللي فر فيها من السجن لهنا موجود في الحومه؟ لا، هو الحق ما شافوا حتى واحده، ما حس ما يتقال انه جاي يسال على اسم معين، معناتها فلان فلاني طنبش كيما نقولوا احنا في واحد اخر. ومن غاديك بدات الحكايه، علم السيد اللي شدوا هذا العون الامن. باش تعرف عليه العون هنا؟ فوالا ولا محمد رسول الله. ومن غاديك حسلوا بعد سلم هو صاي، كيما حكيت لك جا وهزوه ومشى على روحه. وي وثم عنده معاه ساك فيه فلوس صحيح، هذه سمعتها في الفيديو، ساك فلوس ريتهم انا ابو 50 هكا جدد معناتها، فهمت. وكاو حكاو زاد، قالوا راهو عنده سلاح ابيض ولا شيء، اعزل ما عنده حتى شيء، فهمت، خاطر انا هذا اللي عاينته. اي فتشت وانا بيدي في حزام وما عنده حتى شيء وقتها. واضح، شكرا لك، يعطيك الف صحه. كان هذيا برهين الشهاده او الروايه للسيد اللي كان موجود البارح على عين المكان من النقطه هذيا تحديدا، هذا المكان الشهير للناس الكل شاهدته في الفيديو البارح. تفضل برهين. هذا المكان اللي حقق نسب مبيعات كبيره يبدو البارح، بيوب كبير بتاع المكان، هو حتى المستجوب بتاعك الاستاذ هاني بربي يسأل، هو اللي كان شادد القهوة وصور ودارت على الفيسبوك الكل، معناها هو مولا اللي شادد. سيهيني لو تسمح تفضل قل لي برهين. هو اللي كان شادد القهوة وقاعد قدام المحل من بعد، ولا لا لكنه هو يبدو. برهين يسأل فيا على الشخص الشهير اللي شاهدناه في الفيديو اللي كان ماسك بالقهوة وقاعد التالي في الخلف، هل هو أنت؟ لا، ذاك ولد حومتنا، ولد حومتنا ذاك، معناتها نقولوا احنا فرايج، هذاك وجا معناتها من بعد، راهو معناتها من بعد نقولوا احنا الخباضة بربع ساعة. هي قديش دامت العملية اللي احنا شاهدنا جزء منها في الفيديو؟ في الوقت الفيديو هذاك اللي معناتها انتشر هو من بعد بربع ساعة، براسك معناتها محاولة أنه هو الآخر يحب يهرب. وسي السيد العون امن اللي هو ولد حومتنا متمسك به وبالطبيعه انا عاونته عليه، ومن بعد بجاو العباد هذوكم اللي ريتو انت اللي قلت لي عليه هذوكم، من بعد برسك بربع ساعه راهم اللي صارت معناتها.
واضح، مشكور جدا سيان، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل والتوضيحات، وعودة ليك برهان. ريش حاجتي بيك، زادة تزيد تستوضح من عنده بخصوص بربي عيط له قبل ما يمشي، بخصوص الـ 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 القبض. بس دي بحذية سيان. أي شنو حكاية السيد اللي خرجت عليها أنه إرهابي وتم القبض عليه الثاني في نفس المنطقة براتيكمون؟ المعلومات على الأول قالوا هو أحد الفارين ثانين، لكن تبين أنه لا، أنه مطلوب في قضية إرهابية، مطلوب في قريبة نفس المربع، مطلوب في قضية إرهابية وتم القبض عليه. عندوش فكرة الأستاذ هاني شنية ظروف القبض عليه الثاني هذاك؟ سيهاني كما تعرف بعد القبض على الصومالي فما معلومات حول إلقاء قبض على الفار الثاني اللي هو مطلوب في قضية إرهابية، هل عندكم فكرة أنه في نفس المنطقة تم إلقاء القبض على واحد من الفارين أو الإرهابيين الموجودين لهنا في المنطقة؟ ما حكاوا وقالوا اللي راهو شد واحد في حي الانطلاقة، من بعد اتضح أنه السيد معناتها خاطي مش جرد، معناتها يشبه له كهو، فهمت؟ أما لا، ما كان هذاك كهو، كان الصومالي كهو اللي تشد هناك. واضح، شكرا لك. كان عندك اي استفسار اخر برهان مدام سيهاني مازال موجود بحذان؟ يعطيك الصحه، سلم على سيهاني وقول له كي نجيوك. هو مولا الحانوت سيهاني، هو مولا الحانوت؟ ها لا سيهاني ماهوش مولا الحانوت، ولحسن الحظ ملي نحن حاطين الكهرباء وقفنا لقيناه موجود في نفس الموقع، لانه سيهاني يسكن لهنا وهنيا وين يتحرك ويعمل قهوته، وين كان موجود هو ديجا البارح، دونك في نفس المكان لقيناه لهنا. تحية ليك ريجا وريج، ومن خلالك انت لكل اهالي حي التضامن. يلا كنت معنا مباشرة من المكان اللي وقع فيه ايقاف الصومالي، اللي هو اسمه المالكي، ما هو هكا الاسم الكامل.